معانا مع حضراتكم الآن أستاذ طلعت خليل، عضو لجنة الموازنة. أستاذ طلعت بعتذر لحضرتك جدا إن كان عندنا مشكلة فنية في الصوت وعالجناها تمام. أهلا بيك، يا اهلا بيك يا فندم، يا أهلا اهلا وسهلا. بحضرتك. طيب عايزين نفهم ما يتم في البرلمان بخصوص مناقشة الموازنة العامة، وإلى أي مدى هيتم الموافقة؟ يعني هل فعلا دعم الدولة ممكن يوافق على الموازنة بهذا الشكل اللي لو تم فيه تمرير موازنة التعليم والصحة هيبقى مخالف للدستور؟ لا هو طبعا كان بيعنينا جدا في البرلمان ان احنا ما نعملش موازنه فيها عوار دستوري. تمام. فتم الامر النهارده عندنا الماده 18 في الدستور 19 21 23 حاطه نسب للتعليم ما قبل الجامعي 4%، الصحه 3%، البحث العلمي 1%، والتعليم الجامعي 2% من تمام. حجم الناتج القومي. لما جينا احنا نشوف موضوع الناتج القومي، ما حدش جاوبنا في الحكومه الناتج القومي ده بيتحسب ازاي، لانه ما حدش بيحسبه في دول كتيره جدا. رجعنا لمضابط الدستور، كان يقصد الزملاء الذين وضعوا الدستور كل الامر بتداول على الناتج المحلي وليس الناتج القومي. هناك فرق بين الناتج المحلي والناتج القومي. فاحنا نسبنا نسب الصحه والتعليم والبحث العلمي الى الناتج المحلي العام 15 16، لان ده الرقم المتاكد لدينا اللي هو حوالي 2 تريليون و700 مليار جنيه. فمن هنا النهارده الموازنه ان شاء الله ما فيهاش اي عوار دستوري من خلال هذا الامر، لان احنا النهارده اي دوله محترمه ونحن على اعتاب دوله محترمه بيبنيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعبنا المصري العظيم، فاحنا النهارده ما ينفعش ان احنا نعمل اي عوار في الدستور، فده امر احنا الحمد لله قدرنا نتغلب عليه. طيب الاعتراضات التانية، يعني أنا فهمت إن في اعتراضات كانت أتت من المصر الديمقراطي، كان برضو من المصريين الأحرار، ف يعني هي الاعتراضات الاعتراضات بتندم على ان الموازنات، يعني احنا عندنا مثلا مصر النهارده فيها حجم دين داخلي تخطى ودين خارجي تخطى دين 97% من الناتج القومي. بالفوائد، يعني دين دين بالفوائد. الدين بس، انا بكلمك على الدين بس بخلاف الفوائد. يعني انا عندي دين 2 تريليون و300 مليار تقريبا. يا رب. كل الزملاء في بقيه الاحزاب او كل اللي بيعترض، نحن نسير في اتجاهات قد تؤدي الى تفاقم الديون، قد تؤدي الى فكره ان النهارده فوائد الديون بتعلى، الخدمات لا تؤدي للمواطن بشكل جيد. فكان من هنا ده الاعتراض احنا، ولذلك احنا قلنا احنا كنا نريد ان تكون هذه الموازنه موازنه برامج وليس موازنه بنود، لان موازنه البنود ثبت فشلها على مدار الحكومات السابقه. موازنه البنود النهارده المواطن مش حاسس بيها، لما تبقى الدوله حاطه 210 مليار جنيه للدعم، 210 مليار يعني مبلغ ضخم جدا بيعادل اكثر من 27% من حجم مصروفات الموازنه. لكن لما يبقى النهارده بندفع 228 مليار جنيه اجور للناس، والناس حاسه ان الاجور اللي بتاخدها ضعيفه، الجهاز الاداري للدوله بياخد 228 مليار جنيه اجور. من هنا الناس بتعترض على فكره الصحه النهارده اللي حاسبين لها احنا حوالي اكثر من 84 مليار جنيه، والناس مش شعره بانه في خدمات صحيه جيده. التعليم النهارده كلنا شايفين تسريبات الثانويه العامه، والتعليم النهارده اللي محطوط له في الموازنه 136 مليار. فمن هنا اعتراض المجلس النواب اعتراضه على فكره كيفيه استغلال هذه النفقات الضخمه جدا انه يحس بها المواطن، وده هو الامر في الموضوع يعني. طيب يعني انا برضو كده ما فهمتش انه حضراتكم في البرلمان برضو ممكن تحسسوا المواطن بـ بـ يعني بالموازنة دي انها في مصلحته ازاي؟ احنا خدنا يا فندم، خدنا عدة توصيات في لجنة الخطة والموازنة، وهنتابع الحكومة على مدار الربع الاول من العام المالي والنصف الاول من العام المالي لكيفية وضع النفقات الموضع الصحيح. يعني البرلمان لن يترك الأمر سدى. البرلمان النهاردة مش فكرة أن يوافق على أرقام ويسيب الحكومة تتصرف كيفما تشاء ويستنى لما يجي له الحساب الختامي. يعني استنى لما حسبش الحكومة إلا لما يجي له الحساب الختامي. يعني هتتوقف عند الربع الأول وبعد كده كمان عند النصف الأول من العام المالي. هنشوف بالظبط كده، هنشوف النفقات حينما يتم انفاقها بتنفق في الشكل الصحيح والسليم. كمان احنا النهارده
بنحطيه من ضمن التوصيات ان احنا نقيس الخدمه اللي تصل للمواطن. يعني المواطن هو الاصل في الموضوع. تمام. هل النهارده المواطن شاعر بالدعم للسلع السلع التموينيه اللي واخده 41 مليار، ال 28 مليار للكهرباء، ال 35 مليار للبترول، كل ده لابد ان يتم قياسه، ولازم توصل الدعم ده لفقراء هذا الشعب ويصل لمستحقيه. بالظبط كده. تمام، يعني كل ده تم طرحه. طب احنا كده في اطار انه ايه اللي هيحصل خلال الايام، احنا طبعا يوم الاربعاء المفروض يتم الانتهاء، وفي حين ال هو اصلا احنا عندنا اشكاليه حقيقه للامانه، ان احنا الموازنه جت قبل نهايه العام المالي 38 يوم، متاخره جدا، فبرضه البرلمان ولجانه لم تستطيع بقدر الكافي المناقشات المستفيضه، لكن ده مش هيغل ايدينا ان احنا نتابع ونشوف. المهم ان احنا اللي احنا عايزين نقوله، نحن والحكومه في مركب واحده. تمام. لان احنا مسؤولين امام شعبنا، مسؤولين امام شعبنا اللي انتخبوك طبعا. بالظبط، مسؤولين ان احنا نبقى على قدر طموحات الناس. صحيح. ما ينفعش النهارده ينفق هذه المبالغ الضخمه والناس مش حاسه بيها، ده دور البرلمان في المقام الاول يعني. تمام، يعني انتوا هتعتمدوا، يعني كده من المتوقع الموازنه هيتم تمريرها كما هي كده، نتيجه طبعا لانه ما كانش فيه الوقت الكافي. لا يا فندم، احنا هي كما هي، لا احنا غيرنا في الموازنه، مين اللي قال؟ اللي احنا الحكومه كما جابت الموازنه غيرنا فيه حوالي 38 مليار جنيه. كانوا فين وراحوا فين؟ او يعني دول التغيير كان في ايه يا استاذ؟ كانوا مثلا في حاجات للدعم وجهناها للتعليم. تمام. كانوا في حاجات مثلا رايحه للصحه بشكل معين، هنعمل بيها مستشفيات التأمين الصحي حوالي 9 مليار جنيه عشان تستقبل ما يسمى قانون التأمين الصحي الشامل اللي كلنا بنحلم بيه. اللي عايز اول ما يبدا عايز 80 مليار. القانون ده عشان ما يتطبق لوحده عايز 80 مليار، قانون التأمين الصحي الشامل. تمام. لا احنا ما خدناش الموازنه عشان نبصم عليها، ما حصلش هذا الكلام. صحيح. البرلمان ادلى بدلوه ولجانه ادلت بدلوها حتى نكون مسؤولين امام شعبنا في هذا الامر. طب باقي كده الثلاث والاربع، دول لسه في بنود معينه ممكن يتم التصحيح فيها او التعديل فيها ايضا؟ لا، التصحيح تم من خلال اللجنه، في لجنه الخطه الموازنه المتخصصه في هذا الامر، تم التصحيح، تم عرض التقرير على الجلسه العامه بيعرض من امبارح. طبعا كل الساده النواب الطالبين الكلمه والتعليقات على الموازنه لابد ان في وجود الاستماع اليهم، ووجود وزير التخطيط ووجود وزير الشؤون البرلمانيه، كل ما هذه الاراء سوف تاخذها الحكومه من المفترض في الحسبان، لانه ده الدور اللي المفروض على البرلمان انه يعمله ان شاء الله. تمام، طبعا بنشكركم وبنشكر مجهوداتكم، ومن الواضح يعني انا عجبني قوي برضو من كلام حضرتك انه الاهتمام بالمواطن، وانه هيكون في مراقبه على هذه الموازنه ايضا وتنفيذها. هو الاصل، احنا كلنا دين للمواطن، كلنا دين للمواطن، وده الاصل في الموضوع. تمام، بشكرك شكرا جزيلا استاذ طلعت خليل، وبالتاكيد طبعا هيكون في متابعه مع حضراتكم في الفتره القادمه باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا.